وقالت فلسطين كلمتها: هو نجلي، هو طلقة الحق في وجه أعدائي، هو نصرة أطفالي ونسائي وشيوخي وشبابي، هو شاهدي في محاكم الظلم والغدر والتخاذل، هو صوتي في زمن المتاجرة والمزايدة والتناحر، هو تلميذ معلمي وشهيدي كمال جنبلاط، هو غازي العريض. هذه كنائسنا، هذه مساجدنا تضاء بصورة فلسطين، هذا مقر رئاسة حكومتنا بقرار من رئيسها، عليها صورة القدس وفلسطين الأمانة، هذا برلماننا برئاستكم نعتز به، هذا رئيس جمهوريتنا بموقفه، هذه هي وحدة لبنان، هذه هي صورة لبنان، فيها صورة فلسطين، صورة القدس. عشتم، عاش لبنان، عاشت القدس عاصمة عربية لفلسطين. هو غازي العريض الفلسطيني، وهي فلسطين الوفية تكرم بمنحه الجنسية كل التقدميين الاشتراكيين من الكمال إلى الوليد إلى تيمو جنبلاط، معتمراً كوفيتها في 19 أذار 2017، قاسماً بضميره أن يحمل مشعلها فوق أكتافه إلى يوم الحق. منذ أن كان شبلاً صغيراً ولغاية الآن حمل القضية الفلسطينية على أكتافه ولم يتركها، حمل هموم الشعب الفلسطيني ولم يتركه، هو ليس نصيراً لفلسطين بل هو فلسطين، ابن فلسطين من داخله، وله كل التقدير والمحبة في داخل كل الفلسطينيين وكل الأحرار في هذا العالم. تكريم القامة الوطنية القومية الأستاذ غازي العريض هو تكريم لقامة كبيرة للشهيد الكبير كمال جنبلاط، شهيد فلسطين وشهيد الأمة العربية وشهيد قرار العالم، وهو تكريم لتضحيات شعب لبنان وللحزب التقدم الاشتراكي الذي كانت صخور جباله أدفع بالنسبة لنا من كل قلوب الآخرين. فلسطين كافأت ابنها التقدمية الاشتراكية العروبية البار، أما هو فرأى في مكافأتها مزيداً من المسؤولية والأمانة ومزيداً من الوفاء لفلسطين. هذا تقدير كبير من القيادة الفلسطينية لهذه المدرسة، لقائدها ومعلمها ولرفاقه وتلاميذه وأنا واحد منه. هذا تكريم لهذه المسيرة الجهادية النضالية الطويلة التي قدم فيها الحزب أغلى الشهداء وعلى رأسه الشهيد كمال جنبلاط، وقاد المسيرة الرئيس وليد جنبلاط على المبادئ ذاتها والثوابت ذاتها والأسس ذاتها والأمانة ذاتها، والحمد لله كنا جميعا أوفياء. علي الكوفية، علي ولولح فيها وغني عتابة ومجانة وسامر فيها، علي الكوفية.